أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة العراقية الرياضية، أرحب بكم أجمل ترحيب. أنا محدثكم حسن عيال، يسعدني ويسرني أن أجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت الرياضة، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عبر هذه الشاشة من الأحد إلى الخميس. حقيقة كان من المفترض اليوم أن تكون حلقتنا استمرار لما عرضناه يوم أمس وأول أمس بشأن انتخابات الاتحادات المركزية، لكن بسبب تعذر حضور ضيوفنا لحلقة الليلة تم تأجيل هذا الموضوع إلى حلقات مقبلة إن شاء الله. وبالمناسبة يعني استمرار الانتخابات للاتحادات المركزية واستمرار الجدل بشأنها، واليوم لدينا خبر حصري بأن الكابتن السيد رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حصل على تفويض من اتحاد كرة القدم بالدخول إلى الهيئة العامة للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية باعتباره أحد خبراء كرة القدم في العراق، وبالتالي سيكون تمثيل السيد رعد حمودي في الجمعية العمومية باعتباره خبير في اتحاد كرة القدم بعد ما كان تمثيله في الجمعية العمومية للدورة السابقة عن اتحاد الريشة، وهو أمر بعيد جدا على السيد رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وما نزال يعني ما زلت حتى اليوم يعني كنت باتصال ثان مع السيد رئيس اللجنة الأولمبية للإيفاء بالوعد بأن يبعث لنا بأحد ممثلي المكتب التنفيذي للبرنامج لمناقشة العديد من المحاور، العديد من الاستفهامات اللي طرحها ضيوفي في حلقتي الأمس وأول الأمس. إذن راح يكون هذا الموضوع مؤجل للأيام القادمة، خصوصا وأن انتخابات الاتحادات المركزية ما تزال مستمرة، واليوم حصلت مفاجأة أيضا في هذه الانتخابات بتعذر دخول السيد جزائر السهلاني المدير التنفيذي للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية بحضور انتخابات اتحاد الريشة اللي كان من المزمع أن يدخلها بمنافسة مع السيد بشتوان شبيب اللي فاز اليوم برئاسة هذا الاتحاد، وللسيد جزائر السهلاني أسباب في عدم حضور هذه الانتخابات ودخولها. طبعا هذا موضوع جدا مهم باعتبار أن السيد جزائر السهلاني أحد الشخصيات الرياضية اللي مثلت الواقع الرياضي خلال السنوات الأخيرة وأثارت من حولها جدل كبير، بالتالي أيضا نحتاج إلى هذا الموضوع، نحتاج وقفة إن شاء الله خلال الأيام القادمة. ليس بعيد عن شؤون الرياضة، بالأمس تم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني اللي تستعد، وطبعا تحت قيادة المدرب السلوفيني كاتينيتش، لجاهزيته للمباراة الودية الدولية أمام بوليفيا، وأيضا دخول في معسكر تدريبي إن شاء الله في دبي. وعن هذا الموضوع مواضيع أخرى تتعلق باستعدادات وجاهزية منتخبنا الوطني يسرني ويسعدني أن أستضيف المدير الإداري للمنتخب الوطني الكابتن باسل جورجيس. حياك الله كابتن. أهلا وسهلا بك سار حسن، سعيد جدا بالاستضافة، تحياتي لك وتحيات كل الكادر وإلى كل المشاهدين. يعني بداية ممكن أن تضعنا في صورة الأحداث، السيد كاتينيتش يوم أمس أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني أو 24 لاعب سينضمون تحت تدريبات هذا المدرب استعدادا لقادم المباريات الدولية الودية التي سيخوضها بداية مع منتخب بوليفيا، وأيضا تنتظر مباراتي فلسطين والصين أيضا في شهر 12 القادم استعدادا للدخول إلى بطولة أمم آسيا. بصراحة فعلا كان يوم أمس اجتماع مع لجنة المنتخبات السيد كاتينيتش وقدم القائمة النهائية لهذه المباراة اللي هي 24 لاعب، كان من ضمنها يعني لاعبين يعني أعتقد لأول مرة أيضا بهذه المباراة، لأن عندنا كاظم محمد قاصد ما كان موجود بصراحة بالمباراة المضت، فهو متواجد الآن في هذه القائمة، أيضا مهند عبد الرحيم متواجد في هذه القائمة، سعد ناطق أيضا متواجد في هذه القائمة، فعندنا لاعبين أيضا ابتعدوا على هذه القائمة مثل جاستن ومثل أسامة رشيد، وهذا كان بطلب من المدرب ايضا انه يرتاحون هؤلاء اللاعبين، هو عنده قناعه كامله بلاعب جاستن واسامه رشيد، نعم. و
خاصة جاستن عندها مباريات البلاي اوف في الدوري الامريكي، يعني هي نهاية الدوري الامريكي. نعم. وهو يعني قدر وضعه انه يلعب المباريات في امريكا ونهائي الدوري الامريكي، ويلتحق في الشهر القادم ان شاء الله في المعسكر في الدوحة. هل وضع السيد كاتينيتش برنامج متكامل لحين الوصول الى الدخول في المباريات او الاستحقاق الرسمي لبطولة امم اسيا، وما هو نوع هذا البرنامج؟ والله بصراحة يعني هي هاي وحدة البرامج هي المباراة القادمة يعني في هذا الشهر أمام بوليفيا. نعم. إنه المعسكر التدريبي هو طلب مباراة واحدة في هذه الأيام، لا فيفا داي هو يبدأ يوم 12 وينتهي يوم 20. فهو طلب بنهاية الفيفا داي يكون مباراة واحدة فقط، لأن يريد يستغل تجمع اللاعبين قبل المباراة ويدخل في معسكر داخلي. نعم. أو مغلق مع اللاعبين ليعطاهم الجرعات اعتقد يعني الكافيه خلال هذه الايام لفهم التكتيك وتطبيق التكتيك الخاص اللي هو اللي عامله في لهذه المباراه. نعم. ولهذا كانت مباراه واحده، وعدى مباراه اثنين، طلب مباراتين في شهر 12. نعم. اللي هو مع الصين وفلسطين. طيب ماذا عن المعسكرات التدريبية، إن كانت قصيرة إن كانت طويلة؟ يعني إحنا نعرف أن الدوري راح يتوقف لمدة 10 أيام بسبب انشغال لاعبي المنتخب الوطني مع السيد كاتينيتش. المعسكر وين راح يكون، داخلي خارجي؟ المعسكر في دبي إن شاء الله يكون من يوم 12 إلى يوم 20. من 12 إلى 20 في دبي. في دبي. كان سمعنا أخبار بأن المعسكر يتم يعني استبداله في مدينة محلية، إن كان البصرة أو كربلاء. صحيح، يعني هم قالوا انه يكون في كربلاء او بغداد او يعني اي محافظه من محافظاتنا. نعم. المدرب كان سعيد جدا بهذا الشيء، قال انا اريد تجمع بس المهم يكون عندي ارضيه جيده وفنادق جيده ايضا تكون لاستغلالها في الجيم والمسابح والساونا، هذه. نعم. مهمه جدا للمدرب. يقول يعني حتى هو طلب، قال انا اتمنى انه تصير المباريات ايضا في داخل العراق احسن ما تكون خارج العراق، خاصه الوديه، لان احنا مقبلين على تصفيات كاس العالم اللي راح العراق يلعب في بلده وامام جمهوره، لتلاحم الجمهور واللاعبين سويه وتطبع الجمهور وحب اللاعبين ايضا. حب الجمهور للاعبين كبير جدا. نعم. فهذه نقطه مهمه جدا هو قالها البارحة يعني يوم أمس مع لجنة المنتخبات، أنه يطمح اللعبات تكون في داخل العراق أحسن ما تكون خارج العراق. طيب شنو السبب اللي يعني ما تنفذ مثل هذا المطلب؟ يعني بصراحة يعني هاي المباراة، هو منتخب بوليفيا هو متواجد في منطقة الخليج، يعني متواجد في الإمارات، ولا مباراة مع الإمارات يوم 16 من هذا الشهر. نعم. فصار اتفاق معهم أنه المنتخب العراقي يطمح ان يلعب معاكم، فكان الاتفاق اوكي من بوليفيا بس على شرط انه يلعبون في دبي. انا اقصد بالنسبه لفكر الاتحاد، يعني لماذا لم يتناغم مع فكر المدرب بتهيئه مباريات دوليه وديه نخوضها هنا في داخل العراق لتعزيز هذه الحاله اللي طرحها السيد كاتينيتش؟ اكيد اكيد، يعني الاتحاد يطمح لهذا الشيء ايضا، بس تعرف احنا ويا الفيفا داي يعني عندنا ايام معدوده مع الفيفا داي، فهو هذا الفيفا داي انه بهذا الشهر اللي هو طلب المدرب مباراة واحدة فقط. نعم. مباراة واحدة فهي في دبي، فأيضا في المعسكر اللي راح يصير في قطر لمدة حوالي 3 أسابيع، حوالي 20 يوم يكون. نعم. ذاك أيضا يعني صعبة أنه ترجع اللاعبين أو. نعم. كل الوفد يلعب داخل العراق وخارجه، بالإضافة أنه متواجد تواجد الفرق الآسيوية أيضا في دولة في قطر. نعم. وهذا سهل الأمور أكثر للاتحاد أنه يعقد عقد معهم وتكون مباراتين في شهر 12. نعم. خلينا نتوقف مع هذا القدر ونتابع هذا التقرير اللي عدى لنا الزميل عماد الركابي. نشاهد التقرير ونرجع. روايتنا قد تكتب محاورها الأساسية وعناصرها التي
شكرا للزميل عماد الركابي اللي عدنا هذا التقرير، وكان عن استعدادات منتخبنا او التدريبات اللي يجريها لاعبينا تحت قياده السيد كانتينيتش، وايضا دعوه اللاعبين اللي راح ينضوون تحت قياده هذا المدرب للدخول في معسكر تدريبي سيقام في دبي، وايضا يخوض بمباراه وديه دوليه امام منتخب بوليفيا. اريد اسالك كابتن باسل عن انطباعات المدرب بعد مشاهدته للاعبي منتخبنا في البطولة الرباعية الدولية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وبعد الخسارة أمام الأرجنتين وأيضا التعادل أمام المنتخب السعودي. بصراحة كان يعني هذه البطولة كان لها فائدة كبيرة، يعني أعتقد للمدرب وللاعبين أيضا. نعم. يعني منتخب يلعب ضد منتخب بحجم منتخب الأرجنتين اللي هاي أول مرة إحنا أعتقد نلعب ضدهم، استفادة كبيرة من خبرة اللاعب واحتكاك اللاعبين. انطباع المدرب على اللاعبين أعتقد جيد جدا، بس كلها إرادة لها وقت. أعتقد هو محتاج وقت أكثر مع اللاعبين، وحتى طريقة اللعب اللي يعني العالم أعتقد تفاجئوا بطريقة اللعب اللي لعبها مع الأرجنتين، واللي هو كان متفق مع اللاعبين انه يلعب هذه الطريقه في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سوف يصير يعني تغيير عليه. نعم. فعلا كان انه تطبيق الطريقه كان سعيد بها السيد كانتينيتش، رغم انه خسارتنا صارت 4-0، هو منتخب الارجنتين يعني من احسن المنتخبات العالميه. نعم. كلها تعتمد على الوقت. هو يعرف انه الخامات الموجوده بالعراق خامات جيده، هو يعني على طول يعني يتكلم بها انه الخامه الموجوده بالعراق ما متوفره في المناطق الخليجيه او القريبه من عندنا. نعم. فكلها تعتمد على الوقت واستمرار معاه كمدرب، واعطاهم الجرعات التدريبيه والمباريات التجريبيه القويه. نعم. سمعنا بانه المدرب كان لديه ملاحظات على عدد من اللاعبين، وان هناك جمله من التغييرات ستطرأ على التشكيلة النهائية للمنتخب، لكن بظهور القائمة يوم أمس ما حصل ذاك التغيير يعني اللي ممكن أن نقول عليه تغيير بقناعات المدرب. يعني هو ما أعتقد، يعني إحنا سمعناها ونقراها هنا وهناك أنه أكو تغيير وأكو نظرة وأكو، بس ما أعتقد المدرب متابع اللاعبين جميعا اللي كانوا داخل العراق وخارج العراق، هو والكادر معاه أنه متابعين اللاعبين وين ما يلعبون. يعني يجي لحظات يقول لك فلان لعب هالقد دقيقة، انصاب فلان دقيقة، هو المدرب يعني نفسه. دون أجهزة مساعدة، عنده جهاز طبعا، هو عنده يعني كأجهزة يتابعهم أيضا، لا عنده موجودة ومتوفر. أنا أقصد على مستوى الأفراد الأشخاص، يعني المدرب هو بمبادرة هو المساعدين ماله، هو المساعدين يتابعون كل اللاعبين، هو كل اللاعبين يتابعوهم. نعم. عنده أيضا يعني الويب سايت اللي يقدر يوصله على أي لاعب كان في العالم، وهو اللي يلاحظه هو والمساعدين ماله. نعم. فهو هذا الشيء جيد أعتقد، أنه أي صغيرة وكبيرة يعرفها المدرب على اللاعب. يعني أعتقد عدم دعوة هوبير مصطفى في هذه التشكيلة هو إصابته بالمباراة السابقة، يعني طلع مصاب بدقيقة 60. نعم. ولهذا أنه ما كان ضمن التشكيلة 24. أسامة رشيد مثل ما قلت لك، يعني أسامة رشيد هو قناعة المدرب أنه عنده قناعة كاملة بإمكانية أسامة رشيد، وراح يخليه يرتاح في هذه المباراة بهذه الفترة، ويعطي مجال للاعب آخر ويشوفه في المباراة القادمة. بصراحة شنو انطباع عن مباريات الدوري أو فرق الدوري العراقي؟ والله أنه الدوري العراقي راد له كثير، يقول يعني راد له بعد أنه الدوري العراقي بعد بطيء كثير، يعني اكو شغلات فنيه وشغلات ضروريه جدا يعني ملاحظها المدرب، حتى تكرم نوع الحذاء اللي يرتديه اللاعب. نعم. يعني عندنا مباريات اللي جرت في الدوره الرباعيه انه الارض والملعب هش كثير، فما يحتاج الاستد البلاستيك. نعم. هذا اللاعب ما يقدر يلعب، لازم ياخذ الاستد البرغي. نعم. اللي نقول عليه هذا. نعم. ف
يعني يقول هي هاي ثقافة إنه المدربين أيضا لازم يحثون لاعبيهم يعني إنه يرتدونها مثل هيك شيء في الملعب، لأن هذا سلاح جيد له. هو بدون سلاح نازل للملعب صعبة، والدليل على هذا إنه لاحظت عدة لاعب من لاعبين منتخبات إنه سقوطهم على الأرض كثر كانت بسبب هذا الشيء كان. فهسه يعني في هذا الوقت إنه وهاي دعوة لهم إنه كل واحد يجب أن يجلب معه النوعين. يجب أن تتناسب وتتناسب مع نوع الأرضية، يعني هذا مثل ما سواء أمر يعني. نعم. هذا يدفعني إلى سؤال، يعني أسمع بدول الخليج المدربين الأجانب اللي يتم استقطابهم تكون لهم جلسات مع المدربين المحليين أو مدربي الفرق لتوحيد الفكر، توحيد الآراء، تناغم هذه الآراء، يسمعون من المدرب الأجنبي باعتبار أن كل الخدمات تصب في صالح المنتخب الوطني. السيد كاتينيتش أو حتى المدربين الآخرين الأجانب اللي توالوا على تدريب المنتخب الوطني العراقي، لماذا تغيب عنهم هذه الفكرة الاجتماع مع المدربين المحليين ويعني الاستماع إلى رأيهم والاستماع إلى رأي المدرب الأجنبي؟ بصراحة يعني كان عدة مرات طرحها هذا المسألة، طرحها أنه سعيد جدا للالتقي بالمدربين، كل المدربين الأندية كانوا والمنتخبات الوطنية. بس تعرف أنت ظروف يعني الوقت اللي هو حضر للعراق. نعم. وظروف المشاركات وظروف سكنه وهذا كله، أنه يعني هسه صفت خلال اسبوعين الاخيره. نعم. انه صفت الامور كلها، ولهذا هو تشوفه هسه متواجد في بغداد. اليوم راح زار نادي القوه الجويه ايضا مع الكابتن احمد خلف وباقه دور الجميله لهم بتهنئتهم بحصولهم على بطوله. نعم. الاتحاد الاسيوي. يعني هذه زيارات بروتوكوليه جميله، بس بالاضافه انه شاهد يعني راح شاهد انه التدريب لنادي القوى الجويه وتحدثه مع الكابتن باسم قاسم. انا اقصد شنو اللي يمنع من تكون هذه المبادره موجوده على الارض، تكون تتحقق؟ أكيد يعني أكيد ان يجتمع مع المدربين. اكيد يطلبها، يعني هو طالبها ايضا يعني عده مرات طالبها من لجنه المنتخبات هسه انه يحتاج يعني قرار من اتحاد كره القدم او لجنه المنتخبات. هي والوقت يعني المدرب عنده استعداد لهذا العمل جدا، ومدربين جداً المحليين تعتقد يعني ليش لا يعني هي فائده تكون اعتقد للطرفين، فائدة يعني هو مدرب منتخب وطني اي معلومه يقدموها لمستر كاتينيتش هي فائده للبلد. يعني انا كلها اسمع مرات انه مدرب المنتخب الوطني حتى يفرض الاجنبي يفرض على الانديه استخدام طريقه معينه تتناسب مع فهم وادراك اللاعب اللي ينتقل من النادي الى المنتخب الوطني، بمعنى تكون هناك استمراريه وتواصل، يعني حتى الفكره تكون هو يشوف يعني على لاعبين المنتخب الوطني وقائمته، اللي يشوف اللاعب اللي ما دا يلعب بالدوري ايضا فعنده موقف من هذا الشيء، يعني حساس جدا. نعم. انه يعني كيف هو لاعب منتخب وطني وما يلعب في الدوري او مع النادي ماله، فهذا يتاثر اللاعب ايضا بعدم دعوته الى المنتخب الوطني. نعم. ويقول انا بهيج حاله يعني انا ما اقدر، يعني انا ما اقدر افرض على اي مدرب من احد المدربين الانديه انه هذا اللاعب يجب ان يكون ضمن التشكيله الاساسيه او لا. ايضا يعني اسال عن عدد المباريات الان اللي راح يخوضها، ثلاث مباريات قبل الدخول بالمنافسات الرسميه لكاس الامم الاسيويه. يعتقد المدرب بمنهاجه ببرنامجه ان هذه كافيه لوصول اللاعبين او وصول المنتخب للجاهزيه الكامله للدخول ببطوله قويه تعتبر اهم استحقاق اسيوي؟ هو بصراحه يعني لو تحسبها من استلامه المهمه لحد الان راح يصير عنده خمس مباريات. نعم. مع مباراه فلسطين. نعم. وهو سعيد في هذا الشيء. نعم. يعني هو مرتاح لهذا الشيء. نعم. انه خمس مباريات جيده، طلب مباراه واحده ثانيه سادسه، طلب في يوم 2/1 من واحد من السنه القادمه، يعني قبل البطوله بخمس ايام، يعني احنا مباراه انطلاق البطوله بثلاثه ايام وسته ايام مباراتنا. نعم، يعني هو نظام البطوله انه يكون قبل اربع او خمس ايام تواجد المنتخب في الامارات. نعم. يعني احنا مباراتنا يوم 8 فاحنا لازم نتواجد يوم 4 في الامارات. نعم. او احنا دارس انه نوع المباريات الوديه اللي راح يخوضها اكيد، يعني احنا مباراتنا الاولى مع فيتنام. نعم. وراح نلعب مع الصين يعني. نعم. يعني شرق اسيا. نعم. اكو تقارب هذا الشيء. نعم. ومباراتنا مع اليمن الثانيه، يعني فلسطين ايضا اكو يعني فالتقارب بيناتهم. نعم. ولهذا انه هذه الفرق اللي رادها انه يلعب معها. جيد. الان ينضم معي السيد رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم
السيد عبد الخالق مسعود. مساء الخير استاذ عبد الخالق. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة العراق الرياضية وعلى ضيفك الكريم كابتن باسل جوردي. نعم استاذ عبد الخالق، يعني الان تعدون العدة الاستعدادات لتحضير المنتخب الوطني لأهم استحقاق سندخل في بطولة الأمم الآسيوية، عدنا بها إنجاز تاريخي الفوز بلقب 2007. هل هيأتم كل الظروف المثالية للمدرب السيد كاتينيتش؟ نعم كل الظروف الآن ملائمة للمدرب كاتينيتش لتقديم أفضل ما عند المنتخب العراقي في بطولة أمم آسيا يقدمها للجماهير العراقية. الآن مباراتين لعبنا في بطولة السعودية مع منتخب الأرجنتين ومع منتخب السعودية، قبلها مع منتخب الكويت، وعندنا مع منتخب بوليفيا، عندنا مع منتخب الصين ومنتخب الفلسطين. من المحتمل أن نلعب مع آخر مباراة تجربية مع منتخب سلطنة العمان. هذا عن المباريات الودية الاستعدادية، ماذا عن تهيئة معسكرات تدريبية، خصوصا وأن السيد كاتينيتش لم يخذ مع المنتخب الوطني أو لاعبي المنتخب الوطني وحدات تدريبية كثيرة، أو خليني أقول يهضم بها اللاعب فكر السيد كاتينيتش؟ الآن قبل مباراة بوليفيا معسكر لمدة 8 أيام، وأيضا في قطر عندنا من يوم 15/12 لغاية 4/1 أيضا يكون معسكر مع إجراء مباريات، مباراتين أو 3 مباريات في قطر يكون، ويوم 4/1 من المنتخب سيسافر إلى إمارات لملاقاة منتخبات في مجموعة العراق، إيران، وفيتنام، ويمن. معاناتكم بتوفير مباريات استعدادية للمنتخب داخل العراق تبدو كبيرة، خصوصا بعد مطالبات وزارة الشباب والرياضة بمبالغ مالية وصلت إلى 900 مليون دينار عراقي وما يقارب المليار. هل هذا سبب كافي ليمنعكم من إقامة المباريات مستقبلا تحضيرا واستعدادا للمنتخب الوطني؟ قبل كان مشاكل كثيرة كان عندنا في هذا الجانب، ولكن هذا 900 أعتقد هو غلطانين، أكو دعوة ضد المنتخب العراقي، ضد الاتحاد العراقي بمطالبة ب 425 مليون مقابل مباراة منتخبنا مع منتخب الأردن الشقيق، وهذا مبالغ فيها هذا المبلغ، لأنه وزارة الشباب هو اللي بايع تسويق مال الملعب 100 مليون وطالب الاتحاد يدفع، يعني ما ماخذين أي تسويق وهم طالبين. قبل يومين كان مناقشة مع اللجنة اللي شكلها معالي وزير الشباب الجديد دكتور أحمد، قلت له ليش كاتبين شيء، والمستشار قال يقول والله احنا طلبنا مبالغ أعلى مبلغ طلبنا حتى المحكمة شيء قرر خليه يقرر المحكمة. قلت على هذا يجوز في قانون أنت تطلبون شيء، احنا ما مستخدمين ولا مستعملين إعلانات شيء، بس هاي المشاكل كبيرة تعرف كان تؤدب بين الاتحاد العراقي، لأنه لا يجوز في أي دولة بالعالم أن تدفع إلى دولة مقابل لعب منتخبات الوطنية. ولكن وعدنا خيرا دكتور أحمد رياض معالي وزير الشباب والرياضة بأنه يحل جميع المشاكل المتعلقة بإيجار الملعب للمنتخبات الوطنية. قال هذا أنا ما أقبل منتخبنا يلعب مقابل مبلغ في أرضه وأمام جمهوره، هذا ما ممكن أن تعدد، ونحل هذا المشاكل إن شاء الله. نعم. وفي الفترة المقبلة هو المدرب طلب قبلها أن إقامة المعسكر في قطر، لأنه جو القطر نفس جو الإمارات، وأيضا ملاعب متوفرة. على هذا الأساس أنا وافقنا، والاتحاد بالبداية الاتحاد القطري بعث الكتاب للاتحاد العراقي إقامة المعسكر على حساب القطريين، ووافقنا مشكورا الجانب القطري بإقامة هذه المعسكر على حسابهم الخاص. الآن جو ملائم للمنتخب العراقي، حوالي 20 يوم معسكر مع إجراء مباراتين أو 3 قبل الدخول إلى البطولة. أنت تعرف يعني المعسكرات هذه تحتاج يعني أمور لوجستية تتهيئ للمدرب للمنتخب، توفير ملاعب جيدة للتدريب، فندق جيد يسكن به اللاعبين، وفرتوا مثل هذا الأمر لهذا المعسكر اللي راح يروح للمنتخب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم أنا في الإمارات الآن، اليوم بلغت
رئيس الوفد أستاذ يحيى صغير بأن إقامة المنتخب يكون في فندق 5 نجوم مع حجز ملاعب تدريبية جيدة للمنتخب الوطني وأيضا في قطر كما تعرف جميع الملاعب جيدة والفنادق ممتازة، فنادق 5 نجوم موجودة وإن شاء الله كل الأمور يكون جيدة. صارت عندكم بحبوحة مالية بعد المشاركة بالبطولة الرباعية بالسعودية وحصولكم على مبلغ $1,000,000؟ نعم يمكن نعم نعم نعم، لا حصلنا المبلغ والمبلغ دخل في حساب اتحاد كرة القدم. أريد أسألك يعني نقل عنك كلام ما أعرف مدى دقته، ما أعرف مدى صحته، يعني أنك بالجدل اللي دار بشأن هذه الأموال اللي بذمتكم لوزارة الشباب والرياضة أنك قلت بأن رفع الحظر اللي يجعل الاتحاد مديون إلى وزارة الشباب والرياضة أنا يعني حتى هذا رفع الحظر ما أريده. أنا قلت له إذا الملعب إيجار كل مباراة 425 وزارة الشباب يطلب من عندنا، نعم. قلت له أبدا ما مقبولة ولا نلعب أنا في ملعب تابعة لوزارة الشباب. لو ندري ما ساهمنا برفع الحظر. نعم يعني بمعنى قولك انك لو ندري هيك الامور تصير ما نساهم حتى برفع الحظر. طبعا انت تعرف شنو، انت كل مباراه اذا تخسر اتحاد وين عندنا ميزانيه، احنا 425 مليون على كل مباراه، يعني ندفع ايجار الملعب واقامه واسكان الفريق الضيف واقامه والإطعام المنتخب العراقي، احنا منين عندنا ميزانيه؟ اي بس هذا يعزز الكلام اللي يدور بالشارع عن اتحاد كره القدم بان الاتحاد يهوى السفر وبالفعل يعني ما يتمنى ان المنتخب يخوض مباراته في بلاده. حبيبي مو انا اللي حاولنا واحنا اللي رفعنا العبر، لا حد ينسب الى نفسه، احنا رافعين العبر واحنا نحاول الان بكل قوه أن نرفع العبر عن جميع الملاعب العراقية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب. نعم. لا حد يبيع الوطنية علينا، ولكن إذا هيك تعامل وزارة الشباب مع اتحاد كرة القدم طبعا اتحاد كرة القدم يرفض أن يلعب لأنه ما احسن إمكانية. طيب يعني أنت تؤكد بأنك يعني بالفعل يعني الأمر إذا حمل الاتحاد مثل هذه دقيقة وسحسن أسألك سؤال، هل أنت تقبل جنابك الاتحاد العراقي يدفع على كل مباراة 425 مليون مقابل اللعب على أرض عراق؟ أنا اللي أتمناه كمتابع كإعلامي، اعتبرني واحد من الجمهور، أنا شاهد منتخب بلادي يلعب في بلده ويعني هذا التشجيع وهذه الحماسة تعزز من ثقة اللاعبين بأنفسهم وأيضا تجعل المدرب الأجنبي يشعر بالراحة النفسية عندما يشاهد الجماهير تدعم المنتخب. أساساً هو عامل أساسي ومهم، أن تلعب في أرضك وأمام جمهورك هو الصعود إلى كأس العالم وإلى بطولات إلى تتويج البطولات في أرضك أنت. نعم. المنتخبات أكثريتهم يجمعون النقاط اللي يلعبون في أرضه، صحيح. خارج أرضه نقطة واحدة تجي أو ما تجي، ولكن جميع النقاط اللي يلعب في أرضه يجمع أو يصعد. نعم. ولكن إذا أنت هذا العائق المالي يكون السبب، طبعا احنا ما نقدر، احنا نعتذر عن اجراء المباريات، ولكن وعدنا خيرا معالي وزير الشباب دكتور احمد صبيار بان يحل هذه المشكله ان شاء الله. خليني اختم معك ايضا، يعني اليوم سمعنا خبر بان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعطى تمثيل للسيد رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بدخول الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ودخول الانتخابات، وهذا خبر جيد بأن اليوم تعيدون يعني بعض الأولويات اللي سبق أن يتم الإشكال بها على اتحاد كرة القدم بحرمان النجوم الرموز الرياضية من دخول الانتخابات. تعرفين الكلام اللي تكلمت بها الآن، إحنا محارمين أي نجوم، النجوم يجون عن طريق الأندية، ولكن حق مشروع إحنا أعطينا الكابتن رعد عمودي. لا. لأنه كابتن رعد عمودي هو كابتن منتخب عراق سنوات طويلة، ويستحق أن يكون خبير في مجال كرة القدم لدخوله في انتخابات اللجنة الأولمبية. على هذا الأساس اليوم بالإجماع كنا قاعدين وجالسين، وضيف عزيز كان علينا مع كابتن صلاح حسن ومع الأمين العام الصاحي حيدر الجميلي، ضيف علينا هو اليوم، احنا قلنا له برحابة الصدر احنا نلقي
نعطي تمثيل كخبير يدخل في انتخابات اللجنة الأولمبية. نعم شكرا جزيلا. نعم عندك إضافة؟ لا أقول لك هو واجب علينا. نعم نعم شكرا شكرا جزيلا للسيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عبد الخالق مسعود اللي أكد الخبر الحصري اللي أعلننا عنه في برنامجنا بأنه الاتحاد العراقي أعطى تمثيل للسيد رعد حمودي بالدخول إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية. شكرا جزيلا مرة أخرى. أريد أسأل كابتن باسل عن يعني هذه القائمة اللي صدرت والقائمة اللي قبلها اللي شاركت في بطولة الدورة الرباعية في السعودية، البعض يشكك بقدرة السيد كاتنس على هذه الخيارات باعتبار أنه يعني ما شاهد اللاعبين مشاهدة واسعة ولا شاهد المباريات الكثيرة اللي تعطي انطباعات حقيقية عن هذه المجموعة من اللاعبين. هل هناك تدخلات يعني لأطراف قد تكون مساعدة مساندة للسيد كاتنس في هذه الخيارات؟ صراحة السيد حسن هو أول ما تعاقد مع الاتحاد العراقي طلب 3 قوائم، والمدرب طلب 3 قوائم، بطولة آسيا اللي نعم. باستراليا كانت نعم. وبطولة الخليج وبطولة الصداقة اللي صارت بالبصرة، البطولات الأخيرة اللي البطولات الأخيرة كلها طلبها هو وإحنا وفرنا لها القوائم وأعطنا له نعم. ومن خلال هذه القوائم والمساعدين اللي عنده نعم. أنه جميع الأفلام اللي موجودة كشفوا ان اللاعبين متواجدين هناك بهذه البطولات نعم. صارت عليهم فكرة للكادر الفني وللمدرب نعم. بالإضافة إلى هذا أنه اللاعبين اللي ما متواجدين في هذه البطولات أيضا أنه في المواقع الإلكترونية أستاذ حسن أنه تقدر توصل لأي لاعب لأي مكان كان تمام. فيقدر يأخذ تقرير كامل على أي لاعب اللي هو يريده، وهذا الشيء أيضا متوفر عندهم. ومن خلال هذا الشيء وإنما واحد يتدخل بشؤون المدرب مستحيل. أنا أقرب واحد للمدرب هو لأنه أنت أقرب واحد. التهمة سريعا ما تذهب إلى السيد باسل جورجيس. أنا يعني هذا أنا أن في نفسي مستحيل أنه أنا تحابي فلان لاعب جامل فلان لاعب فلان لاعب ما عندك علاقة جيدة، هذا ما يقال يعني يشاع. أنا ما عندي يعني اللاعبين كلهم سواسية بالنسبة لي نعم. وتقدر تسألهم يعني اللاعبين، أنا بالنسبة لي اللاعبين كلهم أخوتي أو نعم. أبنائي هم نعم. ماكو فرق بين واحد وواحد. المدرب إذا يسألني سؤال أنا أجاوبه من حقي أنه عندنا لاعب فلاني موجود في إيران، عندنا واحد في أمريكا، عندنا يعني أنه أقول له أنه فلان لاعب فلان نادي أعطيه إذا هو يسألني نعم. بس أنه هذا اللاعب لحظة أو ذاك اللاعب لحظة هاي مستحيلة، هذا الشيء يطلع من عندي. تعتقد أكو حملة ظالمة ضد الكابتن باسل جورجيس أو أنها يعني هذه الحملة منظمة خليني أسميها أو يقف وراها أشخاص يحاولون إبعاد الكابتن باسل جورجيس عن مهمته كمدير إداري المنتخب؟ هو أكيد يعني أنت لو تشوفه أستاذ حسن أنه ما صاير مدير إداري للمنتخب العراقي 5 سنين نعم. يعني لمدة نعم. 5 سنين أنا مستمر في المدير الإداري، يعني كل المدراء الإداريين أكثر يتوب كان يطولون سنة سنتين أكثر شيء نعم. بس هسه أنا مو مثل ما أول ما أجيت يعني للمهنة نعم. يعني خبرة وعلاقاتي كثرت في الدول الآسيوية والعربية، القوانين كل إن الأنظمة أنه يعني أقدر أتحملها، والنقاشات المؤتمرات الفنية، فأنا أكيد أنه اكتسبت هاي الخبرة. يعني اتحاد الطاني هاي الفرصة أنه ليلة وضحاها يجي شخص أو شخصين أو 3 أنه طلع هذا وخلي ذاك، هذا شيء صعب جدا اشوفه انا. صحيح انه انت ما تستمر لمده طويله نعم. وهو مو طابو. احنا يجب ان نهيئ مدير اداري للمستقبل، يجب انه رجل ثاني يكون موجود يعمل مثلا يعمل في الكادر الاداري وتجي فتره انه هو يستلم ويستمر في نعم. في الدور مدير الإداري هو نعم. هذا المعيار. يعني كل هاي الخبرة وكل هذا البث أيضا الصرف المالي للاتحاد اللي صرفوا عليه الدورات الاجتماعات انه يروح باهت يعني، بس انه يطلع باسل جورجيس انه ما رضى ويا استاذ حسن في لقاء او نعم. ما انطاله مجال في لقاء، فهذا هذا هذا شيء معيب جدا نعم. فقط للإنصاف يعني والأمانة، البعض يجهل تاريخ الكابتن باسل جورجيس كنجم كبير من نجوم الكرة العراقية، أحد
عناصر خط الوسط العراقي اللي لعب فترة ذهبية مع المنتخب الوطني وكان جزء من نجاحات كبيرة للكرة العراقية. والبعض أيضا يبدو أنه أيضا لا يعلم ولا يدري بأن الكابتن باسل غورغيس من عائلة مضحية، من عائلة أعطت يعني الكثير لهذا الوطن ولهذا البلد. يعني تم إعدام شقيقته في عز تمثيل المنتخب الوطني من قبل النظام السابق البائد، ويعني لم يفضل حال الكثيرين مغادرة البلد، مغادرة العراق، فضل أن يبقى في هذا البلد يخدم هذا البلد. وكأن البعض يحاول ينسف كل هذا التاريخ وكل هذه التضحيات لنزعة شخصية معينة تتغلب على إنسانيته وتتغلب على الكثير من يعني الخلق اللي يجب أن نتمتع به. أتمنى يعني أن تصل رسالة لهذا البعض اللي يحاول أن يطعن في عمل الكابتن باسل غورغيس أو يحاول يبث إشاعات معينة. هنا لست في محل الدفاع عنه، لكن للأمانة لأني أعلم بتاريخ هذا الرجل، هذا اللاعب الكبير اللي مثل المنتخب الوطني، وأيضا لدي معلومات يعني عن تاريخ عائلته ونضالهم وأيضا تعرضهم للكثير من المشاكل من قبل النظام السابق. يعني لاعب تعدم أخته وهو كان يمثل المنتخب الوطني، وتخيل ما هي الصعوبات وما هي الضغوطات اللي يتعرض لها هذا الإنسان. مشكلة يعني تتعلق باللاعبين المغتربين أيضا تثار بين الحين والآخر، يعني نقرب لاعبين نبعد لاعبين، الصورة غايبة يعني عن شنو الأسباب أو ما هي المعايير اللي تجعل هذا اللاعب يستمر مع المنتخب الوطني ولاعب آخر يكون بعيد. يعني مثل شلون يكون بعيد؟ إذا هو مستوى ثابت اللاعب فيكون على طول هو متواجد مع المنتخب، لأن يعني قرار وجوده مع المنتخب هو قرار مدرب، قرار 100% قرار مدرب. نعم. لا مدير إداري لا رئيس اتحاد ولا أي واحد يقرر أنه هذا اللاعب يبتعد أو لا. نعم. فأعتقد هو قرار مدرب، واللاعب اللي محافظ على مستواه ويطور نفسه هو على طول يكون متواجد مع المنتخب الوطني. نعم. يعني هل هو أنه لاعب المغترب إلى مواصفات خاصة وتعامل خاص معه يختلف عن لاعب المحلي أو اللاعب المتواجد داخل العراق؟ مستحيل. نعم. البعض يقول نعم يستحق اللاعب المغترب، لأنه ظروف معيشته، الظروف الاجتماعية اللي عيشه تتطلب تعامل خاص حتى تستوعب الطاقة السلبية اللي يمكن أن تبرز عند يعني هذا اللاعب. أستاذ حسن، إحنا يعني شاهدنا مثلا يعني إحنا نتعامل مع اللاعبين المتواجدين، اللاعبين الجوية والزوراء المتواجدين داخل العراق، يعني اللاعبين كلهم. نعم. بكل الأندية نتعامل، أكيد نتعامل بخلق وبأسلوب عالي. أنا أقصد مع اللاعبين المغتربين يحتاجون نوعية خاصة من العلاقة حتى يعني يستمر هذا اللاعب بالعطاء، يستمر بالتواصل مع المنتخب، لأن تعرف الحالة النفسية مختلفة. استاذ حسن، عند اللاعب المغترب التعامل نعم. الراقي تستعمله ويا كل اللاعبين، يعني ما فرق بين لاعب بين جاستن وبين علاء مهاوي، على الاساس يعني شنو المشكله؟ انه علاء لاعب محترم جاي من عائله يلعب في نادي محترم، كذلك جاستن ايضا جاي من عائله يلعب في مكان محترم وعايش في بلد، بس هو التعامل ماكو هو ماكو فوارق يعني بالتعامل، الفوارق النفسيه اللي يعني هو عايش في بلد مثلا يختلف، يعني اوكي يختلف تعامله، طريقته، معيشته، صحيح. نعم. بس هو احنا نعود على هذا الشيء، يعني كثير من الاشياء انه هو من انضمام للمنتخب مده طويله شوفه حتى ينخرط مع اللاعبين، تشوفه يصير يعني مثل اخوان اللي متواجدين. ما تعتقد احنا مثلا خسرنا ياسر قاسم بسبب هذا، يعني بسبب ابدا هذه المعامله؟ أبداً. يعني ما قدرنا نستوعب طريقة وتفكير ياسر قاسم؟ أبدا والله، أبدا مستحيل هذا الشيء. يعني هو يعرف الرجل إحنا شلون نتعامل معه. نعم. هو اللي بعده هو مستوى الفني. نعم. ماكو أي شيء أنه يبعده غير المستوى الفني، وأخذ فرص كثيرة آخر إبعاد، وآخر فترة همينة آخر يعني إبعاد إلى بعد ما تم استدعاء إلى كتنش معسكر أربي كتنش مو صاحبة. نعم. كتنش هو يعني هو رجل أجنبي. نعم. إجا شافه من خلال شنو؟ فنيا هالأوراق، هالأسامي اللي أخذها وراح تحرى عليه وشاف أفلامه في مباراة آسيا وغير آسيا. نعم. فشاف إمكانيته الفنية جيدة. بعد شنو حصل؟ ها؟ بعد إنه ما يعني هو منقطع عن التدريب. منقطع عن يقول التدريب. أنا المدرب هذا يقول أنا مدرب، أنا لست بسمسار. نعم. إنه
أجلب لاعب ويقعد على المصطبة. نعم، خليني أقرأ رسالة لأستاذنا وزميلنا الصحفي فيصل صالح من ألمانيا، يقول: تحياتي زميلي العزيز لحضرتك ولضيفك الكريم الكابتن باسل جورجيس الذي يعتبر رمزا من رموز الكرة العراقية، ومنصبه كمدير إداري للمنتخب الوطني هو استحقاق لهذا الاسم الكبير، وهو أرضيته ومسيرته بكرة القدم لا يهتم للأصوات النشاز ويركز على عمله الناجح حتى الآن. تحياتي للجميع. شكرا لزميلنا وأستاذنا فيصل صالح على تواصله معنا في البرنامج، وأيضا مشاهدته ومتابعته لحلقات هذا البرنامج. رسالة من الأخ حسين علاوي يقول: السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لم يتم استدعاء اللاعبين ياسر قاسم كرار جاسم؟ وهل للاتحاد يد في منع اللاعبين من الالتحاق بالمنتخب؟ الإعلام الرياضي حسين علاوي. راح أسأل، سألت على ياسر قاسم وراح أسأل على كرار جاسم، شنو قصة كرار جاسم؟ ليش ما يتم استدعاء للمنتخب؟ السيد محمد ولي رئيس الهيئة الإدارية لنادي نفط الجنوب يقول: كابتن حسن، تحية لك ولضيفك الكريم الكابتن باسل اللاعب الخلوق، ونتمنى من الله أن يجعل العراق يملك 10 لاعبين بمستوى هذا اللاعب الخلوق الذي ضحى لهذا البلد سنين طويلة، ويستاهل أن يكون المدير الإداري للمنتخب العراقي لكونه يجيد أكثر من لغة. أخوك محمد ولي. رسالة أخرى يقول: مرحبا أستاذ، متى سيظل اللاعب كرار جاسم بعيدا عن المنتخب الوطني؟ أتمنى من الاتحاد أن يبدأ صفحة جديدة مع هذا اللاعب خدمة العراق. أخوكم عادل البلداوي. رسالة أخرى: تحياتي لك عفوا ولضيفك الكريم، يا ريت نعرف الكابتن صار 4 سنين مع المنتخب، يعني منصبه شنو؟ منتخب ولا هو مصر أن يستمر رغم الانتقادات؟ لماذا لا يتم تعيين مستشار من اللاعبين الشباب طارق الدلفي؟ يعني وجهة نظر. سلام عليكم. رسالة أخرى: تحياتي لضيفك، ليش ما تم استدعاء جستن بدل مهند؟ جاوب الكابتن باسل جورجيس بأن المدرب الآن أعطى راحة لحين ما انشغاله بالدوري، انشغاله بالدوري الأمريكي، وإن شاء الله تكون العودة قريبة. محمود فيحان من الأنبار، ليش ما ينسحب كرار جاسم للمنتخب؟ رسالة أخرى: مساء الخير، سلامي إلى الأخ العزيز الكابتن باسل جورجيس، أريد أسماء المنتخب الوطني العراقي التي أعلن المدرب عنها عامر حامد من سامرة، يعني معروفة القائمة ونشرتها كل وسائل الإعلام. عبد الأمير حسن، أخي حسن، الاتحاد بين مزدوجين، فاشل، مدير إداري تعبان، شعب عجب ما غيره. يعني قرأت رسالتك حتى لا تقول يعني تقرأ فقط الرسائل اللي تمدح، بس وجهة نظرك يعني ما أريد أن أختلف معك. سلام عليكم، منتخبنا الوطني تخبط، الاتحاد غير مدربين، والله أستاذ حسن بعد ماكو فرحة أبو عباس الحلاوي، إن شاء الله الفرحة قادمة. سلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم الكابتن باسل جورجيس، عجب ما انسحب كرار جاسم للمنتخب. رسائل كثيرة عن كرار جاسم، راح أريدك يعني تتحدث لي باستفاضة. أبو كرم الموصل من الموصل يقول: تحياتي لمقدم البرنامج وضيفك الكريم، سؤال لباسل جورجيس، أكو فرق بين المدرب المحلي والمدربين السابقين منذ أن كنت لاعب وإدارة منتخب من حيث التدريب الحديث؟ وشكرا. أريد إجابة على كرار جاسم. والله احنا بداية موضوع حديثنا ايضا المدرب، من قلت لي انه شلون اختياراته، نعم، انه قدمنا 3 قوائم له، ماكو كرار كان بيها، ما بيها كرار زين، كان بيها ياسر، بس ياسر كان مبعد، ورغم هذا انه يعني الاتحاد ما وضع كرار، او لانه الاستحقاقات لم يكن فيها كرار. لا، وثاني مره يعني بالفتره السابقه لو شافها لمده المنتخب الوطني، نعم، كرار متواجد مع المنتخب الوطني صار 3 سنين او 4 سنين، مبتعد، ما موجود، نعم، يعني ما نعم، موجود. فإذا المدربين يعني حتى المدربين العراقيين انهم مثلا يقال هو موقف من اتحاد كره القدم ابدا ابدا. يعني شنو المشكله؟ يعني شنو المشكله؟ انه قناعه المدرب 100% هي ثق يا استاذي العزيز، نعم، انه ولا واحد يدخل بامور المدرب ولا شخص. طيب خلينا نقرا هذه الرساله من هولندا، وايضا بها سؤال مفخخ. يقول: السلام عليكم استاذ حسن، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم، سؤال الكابتن باسل جورجيس، هل من الممكن معرفة أسماء ومختصر السيرة الذاتية للمساعدين الأجانب لمدرب منتخبنا؟ وسؤال ثاني: هل تم النقاش مع المدرب بخصوص تصرفه العصبي خلال مباراة، أي مباراة قبل كأس آسيا؟ شكرا، أخوكم جحبر من هولندا.
اوكي المساعدين هو العراقي احمد خلف معروف. نعم. فلاده مدرب حوالي 10 سنين او اكثر هو بس مع منتخب الصين مدرب فلاده. نعم. اليش كذلك مدرب ولاعب منتخب سلوفينيا لسنوات طويله هو الكابتن المنتخب. نعم. هم ذول المساعدين اللي متواجدين مع كاتنش. عن ابنه المشكله مدرب لياقه بدنيه مدرب لياقه بدنيه موجود معه وهو قانع به وعنده عقد مع الاتحاد العراقي. نعم. مدرب لياقه بدنيه. دكتور علي فخر الدين كليه طب الاسنان في الكوفه يقول السلام عليكم اخي حسن ولضيفك الكريم، بالنسبه لتشكيله المنتخب فيها فوات بسبب تدخل اعضاء الاتحاد المتنفذين والكابتن باسل جورجيس مع احترامي له حمادي احمد وسامات سعيد قد ظلموا. حمادي يعني صار عليه اجماع على انه لاعب مؤثر في تشكيله فريق القوة الجويه وقادهم للسنه الثالثه على التوالي للقب. يعني هي مثل ما نقول يعني هي سؤال فني. نعم. وانا انسان او شخص اداري. نعم. انه قناعه المدرب هي 100% هي هاي، هو عنده نظره انه عنده مهاجمين اثنين مثلا. هل انه يسحب لاحد المهاجمين يكون احسن، لازم يكون بمستوى اللاعبين الشباب اللي هو راح ايضا راح يستمر مع المنتخب الوطني اللي هو نظرته نهائيات كاس العالم. يعني شباب باعمار صغيره ايضا يعد لاعبين من الان الى تصفيات كاس العالم. يعني اكيد 100% هو انت تشوفه انا احس بانه ينجذب للاعب العمر صغير راسا. نفس الامر ينطبق على عبد الزهره بعد نجاحاته الاخيره مع فريق الشرطه. اكيد ينطبق عليه، بس هي كلها تبقى على اللاعب اذا يطي بعد ويثبت جدارته. علي قاسم كان احد العلامات البارزه للاعبين الشباب. علي قاسم فعلا، بس هل انه في هذه الفتره يقدر يكمل انه مسيرته يعني يدعي في مباراه بوليفيا؟ ما اعتقد انه في هذا الوقت. هو كان ضمن ال 35. نعم. هو موجود ضمن ال 35 اسم. علي قاسم موجود، فاذا الى تشانس او فرصه ثانيه قادمه مع المنتخب. المدرب وين تعتقد يشعر اكو نقطه ضعف بالمنتخب في اي خط؟ يعني هذا السؤال خليه اتجاوزه. يعني هو يعني كل مدرب انه يطمح يكون عنده الخطوط كامله. نعم. الخطوط كامله، بس حسب تكتيكه هو او اللعب اللي بباله، طريقه اللعب اللي بباله انه المساك. نعم. هو اعتقد المفتاح المنتخب الوطني هو من ناكبدي. نعم. يعني المتاخر والمتقدم خلينا نقول. واثق من القدرات الهجوميه محمد داوود؟ واثق من القدرات. نعم نعم. يعني اضافه مهند عبد الرحمن اكيد، يعني هو سعيد جدا بقدرات مهند ومحمد داوود، بالاضافه الى مهند شاهد عده مباريات. يعني قبل ما احنا هو قال لي قبل ما نروح للسعوديه انه مهند كان مهيئ للمنتخب الوطني. مهند عبد الرحيم. نعم. شكرا جزيلا. والدليل على هذا انه يوم 13/10 هو مطيني الاسماء اللي تذهب الى الامارات. اتمنى لك التوفيق. شكرا. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني وللسيد كاتنيتش في مهمته الصعبه مع المنتخب والذهاب الى بطوله امم اسيا، هذه البطوله الكبيره اللي ان بها ذكرى جميله الفوز ببطوله 2007. ان شاء الله تكون حصه جيده للعراق في هذه البطوله. ان شاء الله. شكرا جزيلا مره اخرى الكابتن باسل جورجيس المدير الاداري للمنتخب. الشكر موصول للسيد عبد الخالق مسعود اللي ينضم معي عبر الهاتف، والشكر موصول لكم احبتي المشاهدين على حسن المشاهده. اشكر كل من ساهم معنا، كل من بعث لنا برساله، واعتذر لمن لم استطع قراءه رسالته، رسائل كثيره حقيقه وصلتني. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل وتحيات الزميل المخرج معمر فاضل خليل، وتحياتي انا في الاعداد والتقديم حسن عيال. امل ان التقيكم يوم غد بذات التوقيت، حتى ذلك الحين استودعكم بامان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.